بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. الحكم الشرعي لبيع الذهب بالتقسيط الذي لا يعلمه أكثر الناس. للأسف الشديد، في كثير من البلدان الإسلامية ينتشر بيع الذهب بالتقسيط، ولا يعلمون أن هذا ربا، وأنه من أكبر الكبائر. رأي جمهور العلماء أن هذا ربا، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة و البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فمن زاد او استزاد فقد اربى. فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيفما شئتم، ولكن يدا بيد. ف ايام الرسول صلى الله عليه وسلم الناس كانت بتتعامل بالدراهم الفضيه او الدنانير الذهبيه، فكان الناس بتشتري ذهب والنساء بتشتري ذهب. فالرسول قال ايه؟ قال: الذهب بالذهب. يعني إذا كانت قطعة ذهبية، سلسلة أو حلقة، بتساوي 20 دينار من الذهب، يبقى لازم الشخص اللي بيشتري ده يدفع 20 دينار من الذهب تمن السلسلة دي، وهو واقف ما يقسطش ما يقسطش. فالعملاء قاسوا الذهب. دلوقتي ما فيش ذهب ولا فضة، ده نيل فضية. الناس بتتعامل بالعملات الورقية، قالوا العملات الورقية هي حلت محل الذهب، فقياسا هي زيها زي. فقالوا لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، مفيش غير ابن القيم وابن تيمية هم الذين حلوا ذلك، وقالوا يعني نقلا من بعض الصحابة كمعاوية وغيره وبعض التابعين انه يجوز هذا، لان اصبح الذهب في هذه الحالة سلعة كأي سلعة، والبيع بالتقسيط حلال شرعا عند جمهور العلماء، مفيش اي فيه شيء. لكن جمهور العلماء قالوا لا، قالوا لا، ورأي الجمهور مقدم في هذه المسألة. ليه؟ لان الذهب بيتغير سعره في كل ساعه في البورصات العالميه. وفعلا العملات الورقيه اللي احنا بنتعامل بيها دلوقتي حالة محل الدراهم الفضيه والدنانير الذهبيه. ف وهذه مساله في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره. فيجب علينا الاخذ بالاحوط. يعني سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر بيقولوا ايه؟ كنا نترك تسعه اعشار الحلال خوفا من الوقوع في حرام. يشوفوا يسيبوا تسعة أعشار الحلال خافوا من الوقوع، مش أمور مشتبه فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني إيه الشبهات؟ هي الأمور اللي العلماء اختلفوا فيها، خصوصا لما يكون المسألة في كبيرة من الكبائر اللي هي الربا. يعني الربا ده من أكبر الكبائر، الربا ده من أكبر الكبائر. يعني يبعث آكل الربا يوم القيامة مجنونا يتخبط، كما قال عصام في الحديث: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما المبيع مثل الربا. زي ما احنا قلنا، في نساء كتير تكسر لها سلسلة، تكسر لها حلق، تروح رايحة للسايق ومبدلة السلسلة أو الحلق بسلسلة جديدة أو بحلق جديد، وتدفع فرق الثمن وهي واقفة. هذا ربا، وده مفيش فيه خلاف، لان ده لان انت بتبدلي ذهب بذهب، وهنا المثليه مش موجوده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثل يدا بيد، مثل بمس، سواء بسواء. يعني لازم 24 قيراط ب 24 قيراط، ذهب ده بعيار 18 بعيار 18، 5 جرام ب 5 جرام، سواء بسواء. يعني ايه؟ يعني لازم يكون في نفس، يعني لازم يكون نفس القيمه وفي الجوده، ومنها الذهب بيفقد مصنعيته. فانت بتبيعي ذهب مكسور بذهب سليم، اذا الجوده مختلفه، يبقى مش سواء بسواء، وتدفع فرق الثمن وانت واقفه، يبقى وقعت في الربا. كتير من الناس ما بتعرفش الكلام ده. فكان كذلك البيع بالتقسيط حرام شرعا، لان الفلوس، الفلوس اللي احنا بنتعامل بيها دلوقتي دي حاله محل الدراهم الفضيه والدنانير الذهبيه اللي الصحابه كانوا بيتعاملوا بيها، فمحدش يبقي فلوس. فالغائب الحاضر يعلم الغائب، الحاضر يعلم الغائب. اي سايخ بيتعامل بالتقسيط لازم يعرف ان ده حرام، والاسم العظيم على الطرفين مش على طرف واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: درهم ربا أشد عند الله من 36 ذنية زانية، من 36 ذنية زانية أدناها أن ينكح رجل أمه في صحن الكعبة. يعني اللي بياكل درهم واحد ربا، درهم واحد بس ربا، أشد من هو يزني 36 مرة بأمه في صحن الكعبة. عارفين واحد يزني بأم؟ شوفوا بقى الإنسان يزني في صحن الكعبة وبمين؟ بأمه. درهم واحد بس، يعني الواحد والعياذ بالله لو زنى 36 مرة بأمه في صحن الكعبة لا يساوي اسم أكل درهم ربا بس. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم.
كفار، سمك اكل الربا كفار مش كافر. لذلك قال ايضا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، له ما سلف وامره الى الله، من عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. اصحاب النار هم فيها خالدون، يعني من عاد الى اكل الربا فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فكل واحد يتقي، يتقي الله سبحانه وتعالى. فما تشتريش ذهب بالتقسيط، وما تبادلش ذهب بذهب. حاجه اتكسرت، لا، عندك عندك سلسله اتكسرت، عندك حلقه اتكسر، روح بيعيها بفلوس، خد الفلوس وفي يوم تاني روح تسايخ تاني او لنفس السائخ في يوم تاني واشتري ذهب جديد. لكن ما تدوش سلسله مكسوره وتاخد السلسله جديده وتدفع فرق الثمن وانت واقفه، ولا تشتري بالتقسيط. اكتب لكم الكلام ده تحت فيديو سخون شؤون الشعائر ونعلم علما في الاجر مع بيه يوم القيامه. لا ينقص ذلك من شيء. تفعيل الجرس والشرق في القناه ليصلكم كل جديد، وساعدونا على نشر السنه النبويه. قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.